ألو ألو رب يسوع، أنا الضهضة عظيمة، كنيسة بتحضر لي كل شي والأسيس بيجاوب على كل سؤالاتي، فيني أعتمد عليه؟ يا ولدي لازم تعتمد بس على السيد مش على الأسيس. أسيسك بيجاوب على سؤالاتك بالحكمة البشرية وبحسب شهواتك لحتى يرضيك، حتى تعتمد عليه أكثر. أجوبة أسيسك مستقيمة في عينيه، لكن أنا أزن القلوب وبياخد منك مفتاح المعرفة. هو ما بيدخل وبيمنعك تدخل الملكوت. إذا بتعتمد على الإنسان مصيرك بيصير مثله، إذا بيتفركش وبيوقع أنت كمان بتتفركش وبتوقع معه. لي المفتاح الحياة والموت، إذا بتعتمد علي بدي يكون دايما عن يمينك وما راح تتزعزع. بس يا رب عم بحاول اعتمد عليك، بس بحتاج حدا يقودني. يا ولدي الشعب في الجسد تذمروا علي وطلبوا ملك، أعطيتهم ملك شاول بحسب شهوة قلوبهم، لكن وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. هو عرفني واعتمد علي، كان يرمز لإلي. اعتمد علي مثل داود وروح القدس راح يقودك فأريحك. طيب يا رب بعتمد بس عليك، قودني وين ما بدك لحتى أصنع كل مشيئتك. طيب يا خيي وأختي، شو بدو الرب يعلمنا حتى نعتمد بس عليه؟ إذا بتعتمد على إنسان بصير مصيرك مثله، إذا بتفركش وبيوقع بتوقع معه، لكن إذا بتعتمد على يسوع هو راح يكون عن يمينك فلا تتزعزع. فمشان هيك اتكل على الرب بس، هو بده يعلمك، هو بده يقودك بالروح القدس، مش محتاج لإنسان، لأنه إنسان دايما رح يحاول يمنعك تدخل ملكوت. له مفتاح المعرفة لا يدخلون ولا يدعون الآخرون أن يدخلون. فمشان هيك يا خيي، إذا بدك تعمل مشيئة الرب ما قالك إلا تعتمد على يسوع بس. ربي بيركك. في لحظة في طرفة عين عند البوك الأخير، فأنه سيبوك فسيقام الأموات عدمي فساد ونحن نتغير.